تيار كهربي. معناه ان في بوتنشال ديفرنس، معناه ان الفولت هنا اكبر من الفولت هنا، يعني معناه ان هنا في اي ماس، في فرق جهد على طرفين السولينويد او طرفين الكويل، مع ان الدايره ما فيهاش باتري. تاني الكلام ده مهم جدا 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 جدا. الاكسبيرمنت تاني مره، جاب سولينويد او كويل، وصل طرفين السولينويد او الكويل بجالفانميتر. الجالفانميتر ده ابسط الاجهزه، هو جهاز الكيرسر بتاعه الزير بتاعه في النص، بستخدمه لعمل بالانس. لو سمعتوا عن ويند ستون بريدج، مش عارف سمعتوا عنها بصراحه ولا لا، انا بستخدم الجالفانميتر لعمل بالانس. بالانس يعني البوتنشال ديفرنس بزيرو، او الفولت ناحيه قد الفولت ناحيه، يعني انت في كام؟ بزيرو، ساعتها الكيرسر بيبقى عند الزيرو. لو اليمين الفولت اليمين اكبر من الفولت الشمال، يبقى البوتنشال ناحيه الفولت الايه؟ الكبير. يبقى وصل السولايد او كوين بالجالفانوميتر، وجا ماجنت وبدا يحرك الماجنت ناحيه الايه؟ السولايد. اثناء الحركه، اثناء الحركه لاحظ انحراف مؤشر الجالفانوميتر، معنى كده ان ظهر لي فولت اكروس الكوين. ظهر اي ام اف، اي ام اف اللي هي الكتروموتيف فورس، ظهر فولت اكروس السولايد. مع ان الدايرة ما فيهاش باتري، دايرة ما فيهاش باتري، الفولت ده ايه سببه؟ طيب عمل حاجة تانية، وقف السولويد، وقف سوري، وقف الماجنت، وقف الماجنت. لما وقف الماجنت الجالفانوميتر قرا زيرو، يعني مفيش فولت. بدل ما كان بيقرب الماجنت، بدأ يبعد الماجنت، بدأ يبعد الماجنت عن السولويد. لاحظ ايه؟ لاحظ ان الديفليكشن بقى العكس، يعني بدل ما كان فولت البوتنشال الديفليكشن او الانحراف بقى الناحيه الثانيه، عند الفولت هنا اكبر من هنا. نعيد تاني بسرعه الاوبزرفيشن بس دي اخر مره. اول حاجه لما بيقرب الماجنت ناحيه السولويد، لاحظ انحراف مؤشر الجالفانوميتر. ده معناه ان في فرق جهد، ان في فولت، في فولت اتخلق اكروس السولويد. الحاجه الثانيه، وقف السولويد في لحظه معينه، وقف الماجنت، هو كان بيحرك الماجنت، وقف الماجنت، لاحظ ان المؤشر قرا ايه؟ زيرو. بدأ يحرك الماجنت العكس، بدأ يبعد الماجنت عن السولويد. لاحظ انحراف المؤشر بقى العكس، بدل ما ده بوست نيجاتيف بقى الوش الناحية التانية، يعني البولاريتي اتعكست، البوست والنيجاتيف اتعكست. طيب عمل حاجة تانية، وقف الماجنت وبدأ يحرك السولويد. وقف الماجنت وبدأ يحرك الايه؟ السولويد. اتحرك في نفس الاتجاه لما كان بيقرب الماجنت من السولويد. طيب وقف السولويد، المؤشر قرا ايه؟ زيرو. بدأ يبعد السولويد عن الماجنت، المؤشر انحرف العكس. عمل حاجه ثالثه واخيره، وهو بيقرب الماجنت من السولويد، زود السرعه. يعني بدل ما كان بيحرك بسرعه بطيئه، زود السرعه. ايه اللي حصل؟ لاحظ ان الريفليكشن زاد، الانحراف زاد. بدل ما كان بيحرك ده المؤشر زيرو، من اول بس انحرف كده ديفليكشن زاد. معنى ان الديفليكشن زاد او الانحراف زاد، ده معناه ايه؟ ان فرق الجهد حصل له ايه؟ زاد. قيمة فرق الجهد او قيمة الاي ام اف زادت. تاني الكلام ده والله مهم جدا. يبقى اثناء حركة السولينويد او الماجنت في عندي فضل. اول ما المسافة بين الاثنين تبقى كونستنت، يعني اثبت الماجنت واثبت السولينويد، الاي ام اف يقرا زيرو. لما بزود السرعه يحصل الديفليكشن زاد، يعني قيمه الاي ام اف زاد. دي الاكسبيرمنت. تعال نحاول نفهم ايه سبب ظهور اي ام اف على طرفين الكوين. في الحقيقه ان الماجنت ده بيطلع ماجنت فيلد، الماجنت بيطلع ماجنت فيلد. اثناء
l'allentamento. Taglio il magnetic field battere. Lì, la abbiamo parlato del magnet. Meno, il solenoide, il magnetic field visit. Il primo tafkir fakkar fih in the EMF, magnitude of the EMF, referenza al taglio, ma al taglio il magnetic field with respect to time. بس للاسف طلع الكلام ده غلط. ليه؟ عمل اكسبيرمنت تاني. عمل اكسبيرمنت تاني. ايه الاكسبيرمنت التانية؟ جاب تو رودز قضيتين وصل بينهم فولت ميتر او جالفون ميتر مش فارقة. وصل فولت ميتر وهنا في عندي ورق قابل للحركة. زين او وير موفبل ممكن يتحرك يمين او شمال يتحرك بسرعه فيه. والمنطقه دي في عندي ماجنتيك فيلد يونيفورم كونستنت عندي ماجنتيك فيلد. وليكن في نور يعني ماجنتيك فيلد المره دي كونستنت. ده الفرق بين الكيس دي والكيس اللي هنا. هنا كل ما بقرب بالماجنت كل ما الماجنتيك فيلد بيحصل له ايه؟ بيزيد. كل ما ببعد عن الماجنت كل ما الماجنتيك فيلد بيقل. الاكسبيرمنت الثانيه مختلفه تماما. هنا الماجنتيك فيلد كونستنت. بدا يعمل ايه؟ لما بيحرك الواير تو ذا رايت تحت الشباك لاحظ الفولتميتر بيقرا فولت. زي مثلا بالفولت 3 فولت مثلا. لما وقف الواير سيرت بوزيشن وقف الواير الفولتميتر قرا زيرو. لما حرك الواير تو ذا ليفت ناحيه الباب لاحظ الفولتميتر قرا بالنيجاتيف. بدل ما كان بيقرا 3 فولت قرا ماينس 3. وانا بحرك الواير سواء تو ذا رايت او تو ذا ليفت هل الماجنتيك فيلد بيتغير؟ الماجنتيك فيلد كونستنت يونيفورم 5 تسلا رقم ثابت. وبالتالي قدر يستنتج ان الايكويشن دي مالها غلط. تاني الناس جايه متاخره. تاني فاراداي عمل تو اكسبيرمنتس. فيرست وان كام ماجنت وكام بيقرب الماجنت ناحيه السولايد او الكولينج. لاحظ ظهور اي ام اف او بوتنشال ديفرنس اكروس السولايد. اول تفكير خطر في باله ان انا لما اقرب الماجنت او ابعد عنه في الحقيقه مين اللي بيتغير؟ الماجنتيك فيلد. لما بقرب الماجنت الماجنتيك فيلد بيزيد. كل ما ببعد عن الماجنت كل ما الماجنتيك فيلد بيقل. فاستنتج من كده ان الاي ام اف او ماجنتيود الاي ام اف دايركتلي بروبوشنال مع تغير الشيء بتاع الماجنتيك فيلد والريسبكت تو تايم. بس التصور ده سرعان فطلع غلط. ليه؟ لما عمل اكسبيرمنت تاني. ايه الاكسبيرمنت التانيه؟ شافت وورث قضيتين وصلوا بفولت ميتر وكان واير. الواير ده قابل للحركه بيتحرك يا اما تو ذا رايت او تو ذا ليفت. وهنا ثبت الماجنتيك فيلد. هنا الماجنتيك فيلد كان بيتغير. لا الماجنتيك فيلد هنا مثلا 5 تسلا يونيفورم كونستنت. لما بدا يحرك الواير تو ذا رايت لاحظ الفولت ميتر بيقرا 3 فولتج بلس 3 فولتج. وقف الواير عند سيرتن بوزيشن الفولت ميتر قرا زيرو. لما بدا يحرك الواير العكس ارى نفس القيمه بس باشاره نيجاتيف بدل ما 3 بقى نيجاتيف 3. في الحقيقه في التو كيسز مين اللي بيتغير؟ الفلكس اللي بيتغير مش الماجنتيك فيلد. لا ده الفلكس. في الكيس الاولانيه الفلكس اللي بيقطع الاريا دي الاريا دي اللي هي ايه؟ تيرمز دي. الحقيقه لما بقرب الماجنت من السولايد او اثبت الماجنت وقرب السولايد في الحالتين اللي بيتغير هو الفلكس الماجنتيك فلكس اللي هو بيه في الاريا. في الحاله دي كانت الاريا مالها ثابته
الطبيعة لتغير الماجنتيك فلكس. عشان اغير الماجنتيك فلكس عندي على الاقل كم طريقة؟ اتنين تلاتة. اول حاجة ثبت الاريا وغير الماجنتيك فيلد زي الكيس دي بالظبط. انا هي بثبت الاريا بتاعت التيرنس كونستانت واغير ماجنتيود الفيلد. تاني طريقة اني اثبت الماجنتيك فيلد واغير الاريا. تالت طريقة ثيتا. متنسوش ان الفلكس بي دوت ايه. لو الماجنتيك فيلد لايف طالع من الديسك فوق فيرتيكال وانا حاط قصادها الاريا كده الفلكس ماكسيموم ولا مينيموم؟ ماكسيموم. الاريا دي كونستنت والفلكس يونيفورم يعني ده كونستنت وده كونستنت. لما ببدا الف الكويل او الف الاريا ماجنتيود الاريا ثابت كده الفلكس بيزيد ولا بيقل؟ كده بيقل. كده الفلكس بكام؟ بيزيد. يبقى انت عندك ثلاث طرق لتغير ماجنتيك فلكس. يا اما تثبت الاريا وتغير الماجنتيك فيلد او تثبت الماجنتيك فيلد وتغير الاريا او تغير الانجل ثيتا او اي كومبينيشن تعمل حاجتين مع بعض تغير الماجنتيك فيلد والاريا مع بعض تغير الماجنتيك فيلد والثيتا مع بعض زي ما انت عايز. من هنا من التجارب اللي انا شرحتها كلها قدر فاراداي يستنتج ان ماجنتيود السي ام اف في الحقيقه انه بيتناسب مع دلتا فاي على دلتا تي. تغير الماجنتيك فلكس مع تايم. اي بروبورشناليتي عشان احولها ايكواليتي بضرب في كونستانت طلع ان الكونستانت ده انا بحسبه طلع ايكوال 1. يعني ماجنتيود الاي ام اف بيتناسب مع ايكوال دلتا فاي على دلتا تي. تغير الماجنتيك فلكس بالنسبه للتايم. طيب كل ما عدد التيرنز يزيد كل ما الاي ام اف يزيد ولا يقل؟ يزيد. يعني المعادله دي ناقصه حاجه واحده بس تنضرب في مين؟ في ان. عايز ان اللي هو النمبر اوف تيرمز تيرمز عدد لفات الكوين او السولاي. هو ده فاراداي فلو. اجين فاراداي فلو از ذات ماجنتيود الاي ام اف از دايركتلي بروبورشنال تو ريت اوف التشينج اوف الماجنتيك فلكس وذ ريسبكت تو تايم او مقدار القوه الدافعه الكهربائيه المتولده على طرفي ملف وكوين بيتناسب طرديا مع معدل تغير الفيض المغناطيسي بالنسبه للتايم. انا هنا فوق ماجنتيود جاست ماجنتيود فاراداي اللي بيحسب الماجنتيود بس اللي حط الاشاره بعد كده لينز ده اللي هقوله كمان شويه. يبقى جيم فاراداي جاست اللي بيحسب الايه؟ الماجنتيود. قال لك ان ماجنتيود الاي ام اف از دايركتلي بروبورشنال تو ريت اوف تشينج اوف الماجنتيك فلكس وذ ريسبكت تو تايم. طيب تعالى نعمل اكسبيرمنت تاني. تعالوا نعمل اكسبيرمنت تاني. ايه الاكسبيرمنت الثانيه؟ طب قبل الاكسبيرمنت تعالى ناخد اكزامبل. عندك لا صوت صوت حضر دي مش محتاجه صوت خالص. عندي كوين الكروس سكشنال اريا بتاعه سكوير دايره سكوير الكروس سكشنال سكوير طول السايد 18 سنتيمتر 18 سنتيمتر. مش عايز صوت لو سمحتوا. عدد لفات الترف 200 ترف 200 ترف يعني بالظبط هو عباره عن سولينويد بس الكروس سكشن بدل ما هو دايره عباره عن ايه؟ سكوير. الريزيستنس بتاعت الكوين 2 اوم. الريزيستنس 2 اوم. بيقول لك ان الماجنتيك فيلد اللي بيقطع الكوين ده بيتغير كم من صفر الى 0.5 تسلا من 0 لنص تسلا خلال زمن مقداره 8/10 ثانيه. الماجنتيك فيلد بي بيتغير قيمته من 0 الى 0.5 تسلا خلال ديوريشن دلتا تي مقدار 0.8 سكند. يعني الماجنتيك فيلد بيزيد بمعدل ثابت من 0 لنص تسلا خلال زمن
سكند ريكواير عايزين نعرف الاي ام اف المتواجد على طرفين الكويل او السولوي. طبعا هو تعويض مباشر. اول حاجه بجيب ايه؟ بكتب الرول من الاي ام اف بيود الاي ام اف ايكوال ام دلتا فار على دلتا تي. في الحاله دي مين اللي بيتغير؟ الاريا ولا الفيلد؟ فيلد. يعني الاريا كونستنت ممكن اطلعها بره يبقى ده بيساوي ام اي دلتا دي اوفر دلتا تي. يعني ده بيساوي تعويض مباشر. يبقى ماجنتيود الاي ام اف بيساوي ام اللي هو 200 الاريا بكام؟ 0.18 سكوير 0.18 سكوير دلتا بي اللي هي 0.5 ماينس 0 اللي هي 0.5 دلتا تي اللي هي كام؟ 0.8 ده يطلع 4.05 دوين 4 فولت على طرفين الكويل. بعد كده طيب لو الدايره مقفوله الكارنت اللي هيمشي في الكويل بكام؟ طبعا بس بالفولت على الكارنت اي ايكوال الاي ام اف على الريزستنس يبقى 4.05 اوفر 2.43 امبير. طيب عندي مسألة تانية برضو. تعال ناخد اكزامبل تاني.
تايم ده يسبب ظهور اي ام اف. تعال نقسم القصه دي. الماجنتيك فيلد باي سولينويد خدناه المره اللي فاتت بكام؟ بي بكام؟ ميو نون ان ار. خدنا الايكويشن دي. ده الماجنتيك فيلد اوف سولينويد. ان بكام؟ 220 بس لازم اظبط اليونتس. دي 220 تيرمز بير سنتيمتر عشان تبقى تيرمز بير متر بتتعمل ايه؟ اسمع يا مية. اضرب في 100 عشان احول السنتي لمتر. لا اشيل السنتي واحط مكانه 10 تو باور نيجاتيف 2 نطلع فوق اضرب في 100. الكلام ده بيساوي 220 كمان سنتيمتر تيرمز بير متر عشان تظبط اليونتس. هيبقى دي بيساوي الميونوت اللي هو 4 باي تايم 10 تو باور نيجاتيف 7 ان 220 كمان سنتيمتر وكان اي خليه اي بقى خليه ان ترمز اي. طيب الفلكس بيساوي ايه؟ فاي بيساوي ايه؟ بي في الاريا. اي اريا؟ ويتش اريا؟ الاريا بتاعت الكوين الصغير ولا الاريا بتاعت الكوين او بتاعت السولويد الكبير؟ الصغير. الصغير ولا الكبير؟ الصغير. انا دايما باخد الكومن اريا. باخد المساحه المشتركه الكومن اريا اللي في الحاله بتاعتنا هنا الصغير. طب عشان نفهمها انا ما بكلمش طلبه بتحفظ، انا بكلم طلبه بتفهم. انا ليه باخد الكومن اريا؟ تعالوا نرسم سايد فيو. ده السولويد الكبير اهو. ده السولويد الكبير اللي هو الراديوس بتاعه 1.6. الماجنتيك فيلد اهو مثلا ده الماجنتيك فيلد. هنفترض ان جوه السولويد الماجنتيك فيلد ماله يونيفورم وده الكوين الصغير. ده الكوين الصغير. انا عايز احسب الاي ام اف اكروس مين؟ الكوين الصغير. يبقى انا عايز الفلكس اكروس الكوين الصغير عشان كده باخد الاريا ايه؟ طيب لو كانت الاريا بتاعت الكوين الصغير ده كانت الريدس بتاعه اكبر من السولويد، يعني كانت ايه بتاعت كده؟ الاريا او كان الريدس بتاع السولويد او بتاع الكوين الصغير ده اكبر من الريدس بتاع السولويد الكبير. تعال نحسبها لوحدها. ده السولويد الاصلي. ده الماجنتيك فيلد. ده الكوين. انا عايز احسب الاي ام اف اكروس الكوين. اخد اي اريا. باخد الاريا اللي فيها ماجنتيك فيلد. باخد الاريا اللي فيها ماجنتيك فيلد. هل المنطقه دي فيها ماجنتيك فيلد؟ ده هو. عشان كده دايما باخد الكومن اريا او دايما باخد الاريا الصغيره. دايما باخد الاريا الصغيره. فهي باخد الاريا بتاعت السولد الاصلي، انا باخد الاريا بتاعت الكويت. باخد الكومن اريا او السمول اريا. وبالتالي يبقى الفلكس بيساوي 4 باي تايم 10 تو باور نيجاتيف 7 تايم تايم بتاعي اللي هي باي كام؟ 1.25 تايم 10 تو باور نيجاتيف 2 سكوير. ده الفلكس. الاي ام اف بيساوي ايه؟ ماجنتيود الاي ام اف يساوي ام دلتا فاي اوفر دلتا تي. طبعا ام اللي هو عدد لفات مين؟ الكوين اللي انا عايز احسب الاي
ناخد الماجنتيود اللي هو 1.5 بتاعت الزيرو، وديت نديني كام؟ 25 مللي سكند، ده هيطلع بالظبط 75 مللي فولت. Come on.
فولت 10 فولت. الفولت ده جه منين؟ السبب ظهور اي ام اف على طرفي الرد. تعال نشوف اللي بيحصل ايه. الرد ده مش جواه بوزيتيف تشارجز ونيجاتيف تشارجز، مش جواه شحنات موجبه وشحنات سالبه. تعال نتكلم لو انت عندك بوزيتيف تشارج، لو جوه الرد ده بوزيتيف تشارج شحنه موجبه، يبقى انت عندك بوزيتيف تشارج بتتحرك بسرعه فيه في وجود ماجنتيك فيلد، يبقى عندك ايه؟ تشارج بتتحرك بسرعه فيه في منطقه فيها ماجنتيك فيلد، يبقى عندك ايه؟ فورس. فورس ايام زمان شابتر 1 الدايركشن بتاع الفورس ازاي؟ عمودي على اتجاه ال الدايركشن بتاع الفورس، حط ايدي اليمين في اتجاه الفورس، حاول تطلع اصابع ناحيه الفيلد من فورس لاعلى، فانت عندك فورس لفوق. الفورس دي هتعمل ايه في البوست بتشارج؟ هتجمع، هتعمل اكيوميليشن، هتجمع كل البورد بتشارج فين؟ فوق كل البوست بتشارج في الاتجاه. طيب لو انت عندك نيجاتيف بتشارج يبقى الفورس ازاي؟ لتحت. يبقى الفورس دي هتجمع كل البوست بتشارج اللي فوق وكل النيجاتيف بتشارج لتحت. ده يسبب ظهور ايه؟ اي ام اف او بوتنشال ديفرنس اكروس ذا رود. عايز اجيب قيمه الاي ام اف. الاي ام اف المتولد على طرفي الرود ده بكام؟ اجيبه ازاي؟ في الحقيقه كانوا زمان يعرفونا في الثانويه العامه كده ان الاي ام اف هو الشينج بتاع الفولت والريست بالتول تشارج. تعريف الاي ام اف هو دبليو على كيو. دبليو فولت تايم to move point the charge of this charge Q. يبقى الـ EMF هو W الورك على Q. والورك بيساوي ايه؟ برضه ستيل بتتكلم. الورك بيساوي ايه؟ F of N. F of N. وبار Q. والفورس بيساوي ايه؟ magnetic force شابتر 1 magnetic force في Q V B sin 90 هنا الانجل ب 90 يبقى Q V B بدل ما يساوي Q V B فالان اوفر Q Q مع Q يبقى الـ EMF بكام؟ V V M V V M. بلاحظ ايه من القانون ده؟ ان الاي ام اف بيعتمد على ايه؟ على السبيد. كل ما السرعه بتزيد كل ما الاي ام اف يحصل له ايه؟ يزيد. لو الرد واقف يبقى الاي ام اف بكام؟ لو الرد اتعكس، عكس الحركه بتاعته يبقى الاي ام اف ياخد اشاره نيجاتيف. من هنا جت التسميه نشطه الاي ام اف لانه بيعتمد على الحركه. لو وقف خلاص الاي ام اف بزيرو. كل ما السرعة بتزيد كل ما الاي ام اف بتزيد. سؤال، هل في علاقة؟ مش عايز نتكلم ورا؟ مش عايز صوت لو سمحت. هل في علاقة بين القانون ده دي في ال وقانون دي فاي باي دي في؟ ان شاء الله. هل في تناقض او هل في ايكوال؟ يعني هل الاثنين زي بعض؟ ولا الاثنين عكس بعض؟ ولا ما فيش أي علاقة بينهم؟ زي بعض. أنا عايز أربط بين القانون اللي طلعه فاراداي ان الاي ام اف ديفاي باي دي تي وبين القانون بي بي ام، هل في علاقه بينهم ولا مفيش؟ تعال نشوف هل في ريليشن بين فاراداي لو وبين الموشنال اي ام اف؟ Yeah.
الرسمه دي او الاكسبيرمنت دي عملتها من شويه، عباره عن تو رودز وفي واير، والواير بيتحرك بسرعه في المقاس ده، وقلنا ان الفولت فيه طبيعه ايه؟ فولت. ركز معايا. اكوردنج لكلام فاراداي بيقول ان اي ماف بيساوي دي فار باي دي. طيب الاكسبيرمنت دي اللي بيتغير اللي بيغير الفلكس الماجنتيك فيلد ولا الاريا؟ الاريا. ايه هنا الماجنتيك فيلد؟ يونيفورم. يعني ايه خبر الديفرنشيشن؟ يعني ده بيساوي دي دي فار سوري دي اي باي دي تي. طيب والاريا اللي هي مين؟ اريا طول الرب ال في اكس ال في اكس اللي هو التانك. يبقى ده بيساوي بي بي دي واي بي دي عاملها جزء ثاني ال في اكس. طيب ال ده مش كونستانت، ده طول الرب يطلع بره ديفرنشيشن. يبقى ده بيساوي بي في ال دي اكس باي دي تي. دي اكس باي دي تي اللي هو مين؟ السرعه او السبيد. يبقى فعلا الايمان ايكوال بي بي ال. يبقى قانون المصدر اي ماف اكزاكتلي هو نفس قانون مين؟ فاراداي فلو. المصدر اي ماف هو بالظبط قانون فاراداي. طيب تعال ناخد توبيك جديد او ناخد Right hand group of E.
ايه؟ وكل نيجاتيف تشارجز هيروح فين؟ عند مين؟ عند ايه؟ كله مصدر وعند مين كله ايه؟ نيجاتيف. يبقى في ايه ناقص بي بي؟ كمية موجبة ولا كمية سالبة؟ موجبة. كمية موجبة. على فكرة موجودين كان انصر لنفس كيو حطه في الشيت. مرة بوست 60 مرة نيجاتيف 20 فعشان كده الساين مهم قوي. طيب اجيب الماجنتيود ازاي؟ كان عرفت ان الساين لازم تكون ايه؟ بوزيتيف يعني اي اجابه نيجاتيف اعمل لها ايه؟ ريجكشن. اجيب الماجنتيود ازاي؟ من اي ام اف بتساوي ايه؟ بي بي ال بس 50 صوت. ايه اللي عندي؟ والبي عندي مين الناقص؟ البي. البي احسب البي ازاي؟ البي بتاع المايه؟ Current. That induced current. You mean induced current?
دايركشن اوف انديوز. تمام؟ Yeah.
زي دي. جهاز نبت شايفين المنظر؟ صار شايف. يبقى الاوريجنال فيل في نفس الاتجاه. Lens low. Faraday حسب الماجنتيود ولينز حسب دايركشن.
قوة دفع متحسنة. كمية قوة دفع أسطورية. كده
مفيش موشن. وقصدت يبقى في موشن؟ مش اهم حاجه الفلكس بتاع المايك؟ طيب الفلكس بتاع المايك ما اتغيرش. ليه؟ الشكارة بتتغير مع التايم، يعمل فيل بتتغير مع التايم، يؤدي الى الفلكس بتتغير مع التايم، مش هتجيبها القصة دي شوية؟ يبقى أول حاجة بعمل إيه؟ اللي بره. ليفل نمبر 1؟ حاج الأوريجينال فيلز. الأوريجينال فيلز، اتجاهه إزاي؟ إنتو ذا بيتش. إنتو ذا بيتش. Step number 2, feed that visit on the middle. Pass the little visit. The current visit on the middle. Somehow, cut T equals 0. And the T equals 0. Into the small zero here. What minus 1? 0. If I have the T equals 0, the current is 0. Like, after 1 second, I have the root in seconds. If I have the T equals 0, negative alpha. Exponential the negative. طيب
ماشي؟ طيب اخر اكزامبل عندنا عندي سولنويد وصله بطاري سويتش كوين ريكواير دايركشن اوف ذا انديوس كارنت في الكوين لو الافضل ده تحت ثلاث حالات. الحاله الاولى لحظه قفل السويتش، الحاله الثانيه بعد ما قفلت السويتش بمده طويله كده، الحاله الثالثه لحظه فتح السويتش. عايز اجيب حدد اتجاه الانديوس كارنت في ثلاث حالات. الحاله الاولانيه اول ما قفل السويتش، الحاله الثانيه بعد ما قفلت السويتش بمده كبيره، الحاله الثالثه بعد ما افتح السويتش. يلا اول ما قفل السويتش ايه اللي يحصل؟ هيطلع كارنت. الكارنت الحرب بيطلع مش وصل فول كارنت اول ثلاث حالات. الانديوز سوري الاوريجينال في اتجاه ازاي؟ بعد الحرب.